وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة آمين يا رب العالمين وذكر الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال وابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفة الصفوة وابن شاهين في كتابه الإشارات في علم العبارات يعني علم تعبير الرؤى عن خلف ابن هشام البزار خلف ابن هشام البزار هو الذي يروي عن سليم عن حمزة يعني هو أحد الراويين في قراءة حمزة يقول خلف قال لي سليم بن عيسى الذي هو شيخه وتلميذ حمزه دخلت على حمزه بن حبيب الزيات فوجدته يمرغ خديه في الارض ويبكي فقلت اعيذك بالله فقال يا هذا استعذت في ماذا ثم قال حمزه رايت البارحه في منامي كان القيامه قد قامت وقد دعى بقراء القران فكنت في من حضر فسمعت قائلا يقول بكلام عذب لا يدخل علي الا من عمل بالقران اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب اللهم اغفر لنا وارحمنا لا يدخل علي الا من عمل بالقران فرجعت القهقره القهقره هي ان يرجع الانسان دون ان يلتفت يرجع دون ان يلتفت هذه اسمها القهقره فهتف باسمي سمع صوتا يقول حمزه عن نفسه فهتف يعني في تلك الرؤيا المناميه فهتف باسمي اين حمزه بن حبيب الزيات فقلت لبيك داعي الله لبيك فبدرني ملك فقال قل لبيك اللهم لبيك الله اكبر هل فهمتم إخوات؟ إخوتي ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الصوت الذي سمعه حمزة هو من الجليل سبحانه وتعالى من خالقنا العظيم هو ظنه من ملك من الأملاك لذلك قال لبيك داعي الله لبيك يقول فبدرني ملك فقال قل لبيك اللهم لبيك فقلت كما قال لي يعني قال لبيك اللهم لبيك قال فأدخلني داراً فسمعت فيها ضجيج القراء هذا عم يقرأ وهذا عم يقرأ المجموعين القراء فوقفت أرعد من هول الموقف فسمعت قائلا يقول لا بأس عليك ارقى وقرأ الله ينولنا وإياكم يا إخواننا هذه المنزلة فسمعت قائلا يقول لا بأس عليك ارق واقرا فادرت وجهي فاذا انا بمنبر من در ابيض دفتاه من ياقوت اصفر ومرقاته يعني الدرجه من زبرجد اخضر فقال لي ارق واقرا فرقيت فقيل لي اقرا سوره الانعام فقرات وانا لا ادري على من اقرا يعني من الذي طلب منه القراءه؟ فقال له اقرا من سوره الانعام لا يدري، المهم هو يستجيب. فقرات وانا لا ادري على من اقرا، حتى بلغت الستين آيه، يعني من سوره الانعام. فلما بلغت وهو القاهر فوق عباده، فقال لي يا حمزه الست القاهر فوق عبادي؟ فقلت بلى. لما قال له الست القاهره فوق عبادي؟ عرف من المتكلم انه الجليل العظيم خالقنا سبحانه وتعالى. قال صدقت، اقرا فقرات حتى تممتها. تمم سوره الانعام، ثم قال لي اقرا فقرات الاعراف حتى بلغت اخرها فاومات بالسجود، لان في اخر سوره الاعراف هناك سجده. فقال لي حسبك ما مضى حسبك يعني يكفيك ما سجدت في الدنيا دار التكليف انتهت دار التكليف في الدنيا وهذا الرؤيه المناميه كان القيامه قد قامت ففي القيامه لم يعد هناك تكليف فقال لي حسبك ما مضى لا تسجد يا حمزه من اقراك هذه القراءه فقلت سليمان يعني الاعمش الاعمش اسمه سليمان قال صدقت من اقرا سليمان قلت يحيى قال صدق يحيى على من قرا يحيى فقلت على ابي عبد الرحمن السلمي قال صدق ابو عبد الرحمن من اقرا ابا عبد الرحمن فقلت ابن عم نبيك علي بن ابي طالب قال صدق علي فمن اقرا عليا قال قلت نبيك صلى الله عليه وسلم قال ومن أقرأ نبي قال قلت جبريل قال ومن أقرأ جبريل قال حمزة فسكت فقال لي يا حمزة قل أنت يعني أنت أقرأته فقلت ما أجسر أن أقول أنت يعني ما حياء من الله ما عم صو ما عمد عقله لا يحتمل أنه واقف بين دين المولى الجليل وأن المولى يخاطبه وهو يعيد قال ما أجسر أن أقول أنت قال قل أنت فقلت أنت قال صدقت يا حمزة وحق القرآن وحق القرآن لاكرمن لا اهل القرآن. سيما اذا عملوا بالقرآن. يا حمزه القرآن كلامي وما احببت احدا كحبي لاهل القرآن. ادنوا يا حمزه ادنوا يعني اقترب فدنوت فغمر يده في الغاليه، الغاليه نوع من انواع الطيب اسمه الغاليه ثم ضمخني بها وقال ليس افعل بك وحدك قد فعلت ذلك بنظر بنظرائك من فوقك ومن دونك، يعني بالقراء من قبلك وبالقراء من بعدك ومن اقرا القران كما اقراته ومن اقرا القران كما اقراته لم يرد غيري لم يرد من الورود الورود يعني المجيء الى الماء فبمعنى لم ياني يوم القيامه لا ياتي الا للمولى الجليل سبحانه وتعالى وما خبات لك يا حمزه عندي اكثر فاعلم اصحابك بمكاني من حبي لاهل القران وفعلي بهم فهم المصطفون الاخيار. يا حمزه وعزتي وجلالي لا اعذب لا اعذب لسانا تلا القران بالنار ولا قلبا وعاه ولا اذنا سمعته ولا عينا نظرته فقلت سبحانك سبحانك اي ربي فقال يا حمزة أين نظار المصاحف يعني الذين لما يقرؤون ينظرون في المصاحف فقلت يا رب حفاظهم يعني حفاظ المصاحف قال لا ولكن أحفظه لهم يعني نظار المصاحف شيء والحفاظ شيء ثاني كل واحد له أجر الذي يقرأ غيبا له أجر والذي يقرأ وينظر في المصحف له أجر آخر قال حمزة لما سأله عن نظار المصاحف ظن الحفظة فقال يا رب حفاظهم قال لا ولكني احفظه لهم حتى يوم القيامه فاذا اتوني رفعت لهم بكل ايه درجه ثم التفت حمزه الى تلميذه سليم وقال له افتلومني ان ابكي واتمرغ في التراب هذا هو حمزه وهذا هو حب الله لاهل القران نسال الله ان يغفر لنا ويرحمنا وان يحشرنا